بعد عقود من التسيير الإداري، البنوك الجزائرية مقبلة على عهد جديد من الانفتاح والتأطير بكشف الحكومة عن نيتها طرح حصة من رأس مال 3 بنوك مملوكة للدولة في مرحلة أولى للاكتتاب عبر سوق الأوراق المالية. نحن نعرف أن يعني تنشيط هذا السوق يحتاج إلى المنافسة في السوق، وهذه المنافسة مفقودة في المنظومة البنكية الوطنية، وبالتالي يعني الذهاب نحو الخوصصة مهما كانت صيغة هذه الخوصصة، سواء كانت في رأس المال أو خوصصة التسيير بالنسبة للبنوك، فإن ذلك سوف يعطي دفع لهذه البنوك في حال ما إذا يعني الأطراف التي سوف تدخل في رأس المال هذا البنك أو التي سوف تقتني جزء من رأس مال هذا البنك أو أنها تتولى تسيير البنك العمومي، يمكن أن يعني تحسن من أداء البنك من حيث يعني تحسين المنتجات البنكية المطروحة في السوق وتسهيل عمليات التمويل في صالح القطاع الاقتصادي وفي صالح المؤسسات بصورة عامة. خطوة تعول عليها السلطات الجزائرية لإضفاء مزيد من المرونة والعصرنة في تسيير الكيانات البنكية العمومية، والأهم من ذلك تكييف خدماتها وفق حاجية السوق بزيادة حجم تدخلها في تمويل الاقتصاد. رايح يعطي دفع من حيث تنويع المنتجات البنكية، من حيث الاستجابة لخصوصية طلب القرض، لأنه طلبات القرض فيها خصوصية حسب خصوصية المشروع، وفي بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للاستجابة الفورية للطلب على القرض، وبالتالي فلا بد من مرونة في العلاقة ما بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين، وهو الشيء المفقود حاليا، وبالتالي فعملية فتح رأس المال من أجل تحريك القدرات البنكية. تحرك إصلاحي يأتي بالتزامن مع تراجع الودائع المتاحة في محافظ البنوك الناشطة بالجزائر لأقل من 7 ملايير دولار بنهاية سبتمبر الفارط، في وقت تستحوذ البنوك العمومية 6 على 85% من المعاملات البنكية بالبلاد.